يعني احنا كلياتنا منردد الصلاة الربانية وبالصلاة الربانية منقول اغفر لنا ذنوبنا أو خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين أو للمسيئين إلينا. بعدين الرب يسوع حط شرط مهم جدا يمكن كتير منا مش واخد باله في هذا الشرط، فإنكم إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. فإذا السؤال، ليه الرب مصمم على الغفران؟ الحقيقة أنا كنت زمان فاكر إن إحنا بنسامح عشان خاطر ربنا، وبعدين اكتشفت إن الحقيقة إن ربنا بيقول لي سامح عشان خاطرك أنت. أنت هتستريح وما غفرتش أنت اللي هتتبهدل، مش الطرف التاني اللي هيبدأ. على مستوى الجسد، على مستوى النفس، على مستوى الروح، لو تناولنا الإنسان نفس وجسد وروح، فنفسيا بيتبهدل، قلق واكتئاب، وجسديا بيتعب بكل أنواع التعب. عندنا في الطب النفسي سلسلة من 144 عرض ومرض نتيجة الاختزان الاسترس. فكل أنواع، يعني ممكن نلاقي فيه التهابات جلدية، ممكن نلاقي تنفس مضطرب، نلاقي ضربات غير منتظمة، ممكن نلاقي شعر بيقع، ممكن نلاقي الركب بتتألم، ممكن يبقى فيه سبب عضوي لكن وده يزيد. وده كله من عدم الغفران؟ من كل أنواع الاسترس والاحتفاظ يعني بالغيظ، ومن أكثرها أو من أشهرها الغفران يعني.